مكتسبات ميدانية واتساع لرقعة نفوذ الميليشيات. خبر اليوم: رئيس الوزراء العراقي يقول إنه لن يتردد في ضرب أهداف تهدد أمن بلاده خارج حدود العراق. وفي بقية الخبر: قراءة في انعكاسات معركة الموصل على المشهد العسكري في المشرق العربي، مع إعلان ميليشيات عراقية استعدادها لتوسيع وجودها العسكري في الميدان السوري. أهلا بكم مشاهدينا في بقية خبر جديد، أنا وائل تميمي. تزامنا مع تحقيق تقدم ميداني في معركة الموصل، قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه لن يتردد في ضرب أهداف إرهابية خارج حدود العراق. أما الناطق باسم ميليشيات حركة النجباء العراقية فقال من طهران إن حركته ستبقى في سوريا حتى خروج آخر إرهابي منها، معلنا تشكيل لواء لتحرير الجولان. فهل يكون المدنيون الخاسر الأكبر من معركة الموصل في حين تجني الميليشيات المدعومة من إيران ثمار النصر السياسية والمعنوية؟ وما الآفاق المحتملة لتمدد هذه الميليشيات المحمولة على أكف مكتسبات ميدانية ما كانت لتكون لولا الدعم الأمريكي؟ لافت هو التصريح الذي أدلى به المتحدث باسم ميليشيات حركة النجباء العراقية هاشم موسوي، مؤكدا أن حركته موجودة في سوريا منذ 4 سنوات وستظل فيها حتى خروج آخر إرهابي بحسب تعبيره. موسوي أعلن عن تشكيل لواء لتحرير الجولان السوري المحتل، وقال إن هذا اللواء مستعد ومدرب ويمتلك خططا عالية الدقة. الحديث هذا باعتباره صادرا عن متحدث باسم إحدى الميليشيات المكونة للحشد، فأنه يفرض قراءة تحاول كشف مكامن الخطر، لاسيما وأن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي صرح أنه لن يتردد في ضرب أهداف تهدد أمن بلاده خارج نطاق الجغرافيا العراقية. حركة النجباء تنطلق في نهجها الجديد اليوم من تقدمها العسكري رفقة ميليشيات الحشد في معركة الموصل، فتتخذ من كل انتصار عسكري زخما لتوسيع نفوذها ومكتسباتها المعنوية، وهي تصدر نفسها عنوانا لمحاربة الإرهاب في المنطقة. حركة النجباء كغيرها من ميليشيات الحشد الشعبي تلقى دعما مباشرا وغير مباشر بسكوت الحكومة العراقية عنها وغض النظر تجاه قتالها في سوريا إلى جانب النظام السوري وتسهيل تحركها من وإلى العراق برا وجوا، بل وتسعى الحكومة للحصول على غطاء رسمي برلماني يمنحها صفة الشرعية كقوة تقاتل الإرهاب داخل وخارج العراق بشكل معلن على الرغم من كل التحفظات، مستفيدة من نفوذها الكبير داخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في العراق. واللافت هو حجم سباق التسلح والتمدد لبسط النفوذ بين فصائل ميليشيات الحشد الشعبي وأحداها حركة النجباء، في ظل مخاوف من تحول تلك الميليشيات إلى كيان عسكري أقوى وبهوية طائفية تعمل تحت إمرة إيران ومشروعها في المنطقة. ولا شك أن تمدد الميليشيات الطائفية سيكون عبر خطط مرسومة لها تبعات سياسية ومجتمعية خطرة، عنوانها القتل والتهجير والتغيير الديمغرافي، وهو ما قد يؤثر على شكل الدولتين السورية والعراقية، وهي الأخطار التي قد تغيب عن أذهان البعض مع ارتفاع نبرة صيحات الناصر على تنظيم الدولة الإسلامية. معي من اسطنبول حاتم كريم الفلاحي، الخبير العسكري والاستراتيجي، ومن عمان الدكتور نزار السامرائي، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، ومن بغداد الباحث السياسي جاسم الموسوي. سيد الموسوي، هل كلام حركة النجباء العراقية عن تشكيل لواء تحرير الجولان كما أسمته هو كلام جدي أم جعجعة إعلامية؟ أولا شكرا جزيلا لكرم الاستضافة وتحية لضيفيك الكريمين.
دعني يعني أفصل فصلا كبير بين تصريح لأي فصيل من الفصائل يخرج من خارج العراق إلى دولة أخرى ثم يذهب إلى سوريا، وبين ما تقرره الحكومة العراقية أو قيادة الحشد المتمثلة بالقائد العام للقوات المسلحة العراقية. إذا كان هناك نية للنجباء أن يشكلوا لواء داخل سوريا، هذا لا يعني أن الحكومة العراقية موافقة على هذا التشكيل ومتفقة على هذا التشكيل، خصوصا أن هذه الحركات موجودة في سوريا دون استئذان العراق ولم تخرج من الأراضي العراقية. يعني أنا دعني أعترض أيضا على التقرير، لم تخرج من الأراضي العراقية، هناك التزام عراقي مع التحالف الدولي أن العراق تتحرك قواه في إطار الاتفاق المبرم، وهو حركة القوات العراقية والحشد داخل المساحة العراقية، وحتى تصريح السيد رئيس الوزراء ضرب أهداف بمعنى استخدام سلاح القوى الجوية لضرب أهداف. سيد جاسم المسلم، أنت استبقت سؤالي عن موقف الحكومة العراقية، لكني سألتك عن حركة النجباء هذه. نعم. لديها آلاف المقاتلين، وتعلن كما أنت ذكرت من عاصمة غير عراقية هي طهران بأنها ستحرر أراضي. نعم. في دولة أخرى. نعم. غير العراق هي سوريا. يعني هذا الكلام للاستهلاك الإعلامي أم لا، هو كلام جاد؟ لا، النجباء أنا أعتقد جادين، لديهم يعني حقيقة معايشة طويلة جدا وشاركوا في معارك داخل سوريا، ولكن هذا لا يعبر عن، يعني دعني أقول مرة أخرى، عن الرأي الرسمي الحكومي العراقي. يعني هو فصيل، هو جزء من الحشد وتحت ضوابط الحشد في العراق، أما خارج العراق ممكن أن يقاتل في سوريا، ولكن أعتقد هناك جدية، خصوصا أن هناك في المعركة بعدا عقائديا، إذا ما يعني تتذكر، هنا لا أقصد السنة والشيعة، أقصد الداعش وكيف تنظر. هناك شعور أن الجسد الداعشي هو جسد واحد، إذا كان موجود في سوريا، إذا كان موجود في العراق، إذا كان موجود حتى في أي مكان آخر، وبالتالي مقاتلته والقضاء عليه هو هدف استراتيجي لتحقيق يعني جزء في من العقيدة. لا توجد داعش سيد جاسم الموسوي هناك، يعني الشريط الذي وزعته النجباء يتحدث عن زوال إسرائيل، إذن هنا نقل للمعركة إلى مستويات أخرى. سأعود إليك لو سمحت دكتور نزار السامرائي، في أي سياق تقرأ هذا التصريح من جماعة النجباء من طهران؟ تحياتي لك ولمشاهدي القناة ولضيفيك الكريمين. يا سيدي، لم أعرف بأن حركة النجباء ومن قبلها لواء أبي الفضل العباس قد ذهبوا إلى سوريا من أجل التحرش بإسرائيل على الإطلاق. هم ذهبوا هناك من أجل قتال أبناء الشعب السوري وقتل الآلاف أو مئات الآلاف من أبناء سوريا بالتضامن مع حزب الله اللبناني ومع القوات التابعة لبشار الأسد. لم تطلق إطلاقة واحدة على إسرائيل حتى الآن، وهذه كلمات هراء أريد بها التغطية على الهدف الحقيقي من تواجدهم في سوريا. هل أن إسرائيل أو الجولان موجودة في حلب؟ هل أن الجولان موجودة في حمص أو حماة أو غيرها من المدن التي قاتلت فيها هذه الميليشيات القاتلة؟ هذه الميليشيات التي تقتل باسم القتال، هذه الميليشيات التي تحمل برنامجا ومشروعا طائفيا مقيتا تدعمه إيران. أنا أقول كلمة واحدة، معروف أن الدين الإسلامي يجيز للرجل أن يتزوج من امرأتين وثلاث وأربع، ولكنه لا يجيز إطلاقا للمرأة أن تتزوج من رجلين على الإطلاق في وقت واحد. للأسف الشديد الحكومة، حكومة حيدر العبادي ومن قبلها حكومة نور المالكي، تزوجت من أكثر من رجل واحد. هنالك قيادات مختلفة هي التي تقودها، أمريكا من جهة، قاسم سليماني ومن ورائه الولي الفقيه من جهة أخرى، وزائدا التحالف الشيعي المنقسم على نفسه. دكتور سامرائي، يقول أستاذ جاسم الموسوي في بغداد، وتقول الحكومة العراقية إن هذا الإعلان لحركة النجباء وقتال كثير من الميليشيات العراقية في سوريا ليس برغبتها، وسئل حيدر العبادي عن هذا الموضوع وقال إن على الحشد أن يلتزم سياسة العراق، من نصدق إذن؟
آخر من يمكن أن يطلق كلمة واحدة فيها شيء من الصدق هو حيدر العبادي أو أي رئيس وزراء منذ عام 2003 وحتى الآن. هؤلاء يمررون سياسات مقصودة ومرسومة لهم وما عليهم إلا تنفيذها. أنا في ظني أن ما قاله ضيفك من بغداد بأن الحشد الشعبي مرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة هي مجرد كلمات يراد منها تبرير الجرائم التي ارتكبتها هذه الميليشيات في كل مكان تواجدت فيه أو السكوت مستقبلا على ما سترتكبه من جرائم. أنا أقول وبشكل قاطع لا هدف لهذه الميليشيات إلا قتال الشعب السوري، لا هدف لها على الإطلاق، لأنها تعرف أن إسرائيل لم تسمح لحزب الله اللبناني أن يتواجد على حدودها، وبالتالي كانت ردود الطيران الإسرائيلي قوية. أما الحديث عن تهديدات حيدر العبادي من أنه سيوجه ضربات خارج الحدود العراقية إلى حيث يتواجد إرهاب يهدد العراق، كانت حكومة حيدر العبادي ومن قبلها الحكومات المتعاقبة تقول بأن الفلوجة هي مصدر هذه المفخخات، ولكن حينما تأكد لها بأنه لا توجد في الفلوجة مفخخات أو أنها تصدر المفخخات إلى أي مكان آخر ذهبت إلى البكمال. ولا أظن أن حيدر العبادي توصل أو وصل إلى قدرة الولايات المتحدة الأمريكية أو طيران الولايات المتحدة الأمريكية بحيث يستطيع أن يهدد. هو هناك رسائل سياسية واضحة أستاذ نزار سمرائي، سنعود إلى هذا الموضوع لاحقا. سيد الفلاحي في أسطنبول، عسكريا هل يخضع الحشد الشعبي لأوامر رئيس الوزراء حيدر العبادي بمعنى أنه يأمره فيمتثل أم لا؟ هناك أوامر من جهات أخرى تصل لهذا الحشد؟ نعم، تحية لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة العربي. أنا أعتقد بأن الحشد الشعبي هناك جزء بسيط من الذين انتظموا ضمن هيئة الحشد الشعبي، هؤلاء يقولون بأنهم يأتمرون بإمرة الحكومة، وأنا أشكك في هذه بداية. أما بقية الحشد، يعني مثلا ميليشيا الخراساني قبل أيام التصريح للأمين العام يقول بأن الخراساني هي فرقة كاملة، لواء واحد داخل هيئة الحشد الشعبي وثلاثة ألوية خارج هيئة الحشد الشعبي. اللواء الذي يكون ضمن الحكومة يلتزم بما تمليه عليه الحكومة، أما ثلاثة ألوية الباقية من الفرقة فهي هذه تكون حسب متطلبات ومصلحة المقاومة، أينما تقتضي تذهب هذه الألوية. وبالتالي نحن نتكلم عن تشكيلات متعددة، هذه التشكيلات حاولت أن تأخذ الشرعية بشيء معين من الحكومة من خلال تسويق مشروع الحشد الشعبي وتمريره من خلال البرلمان الذي يتقاطع مع الدستور في المادة التاسعة بأنه يحظر تشكيل الميليشيات أن تكون جزء من القوات المسلحة، وهذا أمر مفروغ منه في هذه المسألة. مع هذا الحشد الشعبي يتكون من ميليشيات متعددة، قسم من عندها الآن يقولون يأتمر بإمرة الحكومة، والقسم الآخر لا يأتمر بإمرة الحكومة. أنا أعتقد بأن الميليشيا التي النجباء التي تهدد هي مثل فيلق القدس الإيراني الذي رفع شعار تحرير القدس، ولكن شعار تحرير القدس يمر بكربلاء سابقا والنجف، واليوم يمر بحلب وصنعاء ومكة المكرمة والمدينة. هؤلاء أدوات ينفذون مشروع إيران في المنطقة، وكل من يقول بأن الحشد يأتمر بإمرة العبادي فهو واهم عليه أن يعيد حساباته. الحشد يأتمر بإمرة الولي الفقيه. تمام واضحة تماما، يأتمر بإمرة الولي الفقيه. والإعلان أمس أدوات طهران، أدوات إيران في المنطقة. نعم أستاذ جاسم. نعم هم أدوات إيران وينفذون مشروع إيران في المنطقة. الفكرة واضحة تماما أستاذ جاسم الموسوي. المعروف أن الحشد الشعبي تشكل كما تعرف ويعرف العراقيون جميعا إثر فتوى الجهاد الكفائي التي أصدرها السيد السيستاني عام 2014 بعد سقوط الموصل بيد تنظيم الدولة، وتنظيم الدولة هذا على وشك أن يمنى بهزيمة ساحقة كما يقول كثير من الدراسات والباحثين. ألا تنتهي بهذا مهمة الحشد الشعبي وعليه أن يحل أو يدمج؟ يعني أولا دعني أقول اللي أرجوه من كل الأخوة الضيوف أن نهدئ من هذا الخطاب الذي تحتاج المنطقة إلى رجال إطفاء، أرجوكم. ولنفكك المشهد، أولا الحشد لم يعد ميليشيات، هناك قانون، وهناك قانون دولي. للذين يتخصصون بالقانون الدولي يعرفون أن القانون الدولي يقول أن من يرتدي زيا عسكريا ويحمل سلاحا ظاهرا ولديه رئيس ومرؤوسين
ويرتبط في قانون داخلي لتلك الدولة يعد قوة نظامية، بمعنى أن الحشد قوة نظامية ويأتمر بأمر القائد العام. والدليل عندما أمر الحشد أن لا يدخل الموصل لم يدخل الموصل، إنما أصبح على مشارف تل عفر. النقطة الثانية أن إذا كان هناك فصيل من الفصائل خارج يعني سيطرة الحكومة ويريد أن يشكل قوة تحارب إسرائيل، فهذه فرحة كبيرة لكل العرب ويجب أن تدعم فرحة. إذا كانت هناك جدية أو عدم جدية طبعا لمقاتلة إسرائيل، معنى ذلك يقول لك هذه الشعارات دعائية يا أستاذ الموسوي مثل لواء القدس يعني يحارب في البلاد العربية إلا القدس. نعم 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 دعني أتفق أيضا مع ضيوفي أنها شعارات وأن فيلق القدس هو الذي يقاتل في مناطق كثيرة. أولا ما تتعرض له المنطقة العربية هو هذا العمق والجرح التاريخي الذي يراد أن يقسم القوى العربية إلى طائفية سنية وشيعية، وأن هناك مشاريع إيرانية. هو من صحر العراق العربي غير العرب وبعد العراق، وبالتالي أصبحت المساحة سواء لإيران وغير إيران أن تتواجد، سواء أن تتواجد بوجود السياسي أو ثقل تأثيره. نقطة ثانية والتي أتمنى حقيقة أن ننتبه إليها، أولا كل المتناقضات تقاتل في سوريا، يعني هل الجيش التركي الآن الموجود في سوريا هو يتفق مع النظام السوري؟ هو يقاتل الإرهاب، هناك عمقا استراتيجيا أمنيا وهناك عقيدة لتنظيمات إرهابية. إذا كان النجباء يقاتلون الشعب السوري فمعنى ذلك أن المعركة سوف لن تنتهي وستطول، وأن العراق يشترك بهذه الجريمة، والعراق بعيد كل البعد عن مقاتلة الشعب الشقيق العربي السوري. لم تجبني على السؤال، ألم تنتهي مهمة الحشد مع هزيمة تنظيم الدولة؟ لا لا لا، شوف أستاذ، الحشد بدأ عاجلا بفتوى ثم تحول أيضا إلى ضرورة والآن أصبح حاجة، بمعنى أن الحشد حتى إذا انتهت المعركة مع داعش فهو تحول إلى قوة نظامية رديف للجيش العراقي. هذا كلام مهم جدا، هذا كلام مهم جدا كان لدينا أستاذ، كلام مهم جدا. دكتور نزار السامرائي، ما رأيك بهذا الكلام؟ الحشد باق ويبدو أنه يتمدد. يا سيدي، الحشد، ميليشيا الحشد الشعبي هي رديف للحرس الثوري الإيراني أو موازية له أو نسخة عراقية من هذا الحرس الثوري الذي أسسه الخميني بعد وصوله إلى السلطة. لأن الخميني عندما وصل إلى السلطة حل الجيش الإيراني تقريبا وفصل كل من هو يحمل رتبة عقيد فأكثر، وعين على سبيل المثال صياد شيرازي قائد للقوات البرية وكان مجرد نقيب في الجيش الإيراني الشاهنشاهي. على العموم أنا في ظني أن الحرس الثوري الذي هو اسمه ميليشيا الحشد الشعبي سيصبح هو القوة الرئيسية، وسيصبح أو سيلحق تلحق القوات التابعة لحكومة حيدر العبادي ومن قبلها الحكومات الأخرى والتي تسمى قوات مسلحة، وتصبح مجرد أداة من أدوات الحشد الشعبي الذي سيتسلم الدورة العسكرية في الساحة العراقية بكاملها، ولا يصبح هنالك جيش وطني، وإنما ستصبح هنالك ميليشيا هي التي تتحكم بالقرار السياسي لأنها تحمل أيديولوجية معروفة الولاء للولي الفقيه. لكن هل الوضع العراقي يتحمل هذا دكتور نزار السامرائي؟ يعني تحويل جيش من لون طائفي معين ليصبح جيش العراق، هل يعقل هذا الكلام؟ ولهذا أقول لن تستقر أحوال العراق طالما هنالك استفراد بالقرار الأمني والسياسي والعسكري، وأن هنالك طيفا واحدا يملك كل مفاتيح الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية. يا سيدي، هنالك مظاهر وظواهر خطيرة جدا يعيشها العراق، والسؤال أين يمكن أن نبحث عن الاستقرار؟ أقول الظلم مزرعة التطرف، وطالما هنالك استئثار وظلم من قبل هذه الحكومة وحكومة التحالف الشيعي الحاكم واستئثار ميليشيا الحشد الشعبي على الرغم من الترقيعات الشكلية التي يراد منها تحسين صورة المسرح السياسي في العراق، ويؤتى بهذا الطيف أو ذلك الشخص ويقال بأنهم أعضاء في أو عناصر من ميليشيا الحشد الشعبي. الحقيقة لنأخذ الصورة بكاملها، حتى القوات المسلحة التي تنتمي إلى الجيش أو الشرطة الاتحادية أو قوة مكافحة الإرهاب أو الرد السريع أو ما شابه ذلك من تسميات يقودها عناصر ضباط من الدمج، أي كانوا منحدرين من فيلق بدر
ومن بقية الميليشيات الأخرى وتم دمجهم ولا صلة لهم أو حتى رتبهم ليست رتب نظامية ولم يتخرجوا من معاهد عسكرية أو كليات أركان. نعم أستاذ الفلاحي في إسطنبول، هناك بعض القراءات تذهب إلى أن الحشد الشعبي بقواته الحالية وخصوصا بعد معارك تكريت والآن الموصل يفوق الجيش العراقي قوة، هل نصدق، هل يمكن تصديق شيء كهذا؟ نعم أكيد الحشد الشعبي الآن أصبح قوة حقيقة قوية جدا في العراق بحيث يفوق تسليح حتى الجيش العراقي، علما بأنه الحشد الشعبي كثير من التسليح هو من إيران. الحشد الشعبي الآن مثل ما تفضل ضيفك يقول لا نريد أن نتكلم بأسلوب متشنج ولا نعطي المنطقة زخم أكبر مما هي فيه. أنا أقول بأن قانون الحشد الشعبي في المادة الثانية رابعا يقول بأنه على الحشد الشعبي أو من ينضم إلى هيئة الحشد الشعبي أن ينفك من العمل السياسي خلال مدة قوامها 3 أشهر ابتداء من 24/11، يعني 24/12 24/1 24/2، يعني المفروض هادي العامري وكثير من القيادات التي تتربع الآن لقيادات الحشد يجب أن تخرج من الحشد لكي تمارس العمل السياسي، ولكن هم يريدون السيطرة على كل شيء في العراق. هم نعم يرفعون شعارات لمعاداة إسرائيل ولكنهم يقتلون السوريين ويرفعون شعارات طائفية على خلاف الجيش التركي الذي يقول بأن الجيش التركي متدخل في سوريا. نعم الجيش التركي متدخل ولكن الجيش التركي لا يرفع شعارات طائفية، الجيش التركي لا يضع صور النمر على الصواريخ التي تنطلق على مدينة الفلوجة وعلى مناطق أخرى. نحن نتكلم عن حقائق ميدانية ولا نريد أن نصعد من الخطاب الطائفي، ولكن هذه هي الحقيقة الموجودة في مناطقنا. يعني عندما يغيب 747 شخص من الفلوجة إلى يومنا هذا لا أحد يعرف أين ذهبوا، عندما يغيب 1200 في الرزازة، عندما يغيب 250 شخص في الدور، أليست هذه ممارسات طائفية تعطي صورة واضحة على أن الحشد له أجندة طائفية تنفذ سواء كانت في العراق أو في سوريا؟ أما مسألة تسليح الحشد، نعم الحشد الآن لديه إمكانيات كبيرة جدا من الأسلحة وما إلى ذلك، وبالتالي هو لا أصلا لا يستمع إلى الحكومة، هو ينفذ ما يريد في العراق. وسترى في الأيام المقبلة عندما تكلم قائد أحد الميليشيات الشيعية في الفترة السابقة قائلا بأنهم لا بد لهم من أن يدخلوا في السياسة، هم يريدون أن يسيطروا على السلاح ويسيطرون على السياسة ويسيطرون على كل مفاصل البلد. وقال أحد قياداتهم أستاذ الفلاحي لو سمحت لي إنهم حتى سيحررون السعودية وشمال أفريقيا، يعني إلى هذا الحد. أستاذ الموسوي، أليست هذه الوصفة يعني لخراب العراق؟ هل يعني الحشد الشعبي بالأيديولوجيا بالسلاح بالعقيدة التي يتبناها سيحل مشاكل العراق في النهاية؟ أستاذ دعني أضع في الحيز الافتراضي، أولا لم يكن حشدا عندما دخل داعش، طبعا الأسباب كثيرة، ولكن عندما وصل داعش على مشارب بغداد لم يكن هناك حشدا ولا يكون حشدا، فمعنى ذلك أن داعش ستصل على حدود الكويت والسعودية، يعني بمعنى أن الحشد قاتل داعش ولم يقاتل السنة. نقطة ثانية، تسليح الحشد من وزارة الدفاع نصا في القانون، تجهيز الحشد من وزارة، فهل من المنطق، هل من المعقول أن وزارة الدفاع لا تجهز قواته وألويته وتعطي السلاح الأكبر للحشد تحت يافطة أن الحشد إيراني وفيلق القدس وما شابه ذلك؟ أخوان هذا الحشد سيكشف التاريخ. أنا لا أستثني طبعا بعض ما تفضل به ضيوفك، نعم هناك خروقات لربما هناك من غيب، أنا لست مع هذا الترهيب، لكن أقول بصراحة المساحة الأكبر أن الحشد كان يدافع عن العراق وكان يدافع عن كل العراق، وأنا أيضا أرفض أن ترفع شعارات طائفية على دبابة. الحشد بهذه الصيغة أستاذ الموسوي لم يتبقى لي كثير من الوقت، الحشد بهذه الصيغة بهذه الأجندة بهذه الرايات التي يرفعها يمكن أن يكون يسهل الحل في العراق، يجمع عراق وطني ديمقراطي لكل أبنائه؟ العراق لن يرتكز على قوة عسكرية، سيرتكز على مصالحة تاريخية نستطيع من خلالها أن نذيب هذا الجليد وهذا التأثير، وأعتقد أن الحشد قوة ستصبح كقوة داخل وزارة الدفاع أو قوة رديف لوزارة الدفاع، ولن تكون قوة مؤثرة في القرار السياسي. أعدك بذلك أن السيد رئيس الوزراء قريب من بريطانيا وقريب من أمريكا، ولا أعتقد سيكون قريب جدا من إيران. شكرا جزيلا من بغداد جاسم الموسوي الباحث السياسي، والشكر لضيفنا من عمان دكتور نزار
الاستشار السامرائي مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، ونشكر ضيفنا في اسطنبول حاتم كريم الفلاحي الخبير العسكري والاستراتيجي. وشكر لكم أنتم مشاهدين على بقائكم معنا، إلى لقاء غدا في بقية خبر جديد. كونوا بخير.